طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلة المحلية، نبدأها بالعناوين. السلطة المحلية تتسلم رسالة شكر وتقدير من منسق خبراء لجنة العقوبات المعني باليمن. ازدحام مروري أمام المؤسسة الاقتصادية جراء أعمال حفريات أحد مشاريع الصرف الصحي. اجتماع استثنائي للجنة الطوارئ بالعاصمة عدن تقف أمام تطورات تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا. ميليشيات الإخوان الإرهابية تواصل تحريضها على قوات التحالف العربي.